يا أنا تكمل العالم. جثث قام جيش الاحتلال بإعدامهم بعد تكبيلهم. غالبية المواطنين هنا يحاولون وضع كمامات على أفواههم جراء هذه الرائحة الكريهة بفعل تحلل عشرات الجثث من المواطنين. حول ولا قوة إلا بالله، الدبابات نفرماهم كفرين. بعض الطواقم من اطباء العنايه اللي كنت شغال معهم، الطواقم التمريضيه اللي كانت معايا، تم اعتقالهم اقبالنا، تم تعريتهم ونزع ملابسهم اقبال الجميع. رجلينا خمجوا للامانه، طلع منها الدود، جوعونا وانحرمنا الاكل والشرب والهذا، لسه اليوم لسه لما اكلنا. مستشفى الشفاء الطبي تحول إلى مجموعة من المباني المحروقة والمدمرة والمفجرة والتي لم تعد صالحة لأي شيء.